في المحصلة النهائية نعم الحج وعرفة. وأيضا ثمة إشكالية في النزول من عرفة قبل الغروب. إلى أي مدى أنت تتفق مع الرأي الذي يوجب عدم النزول قبل الغروب عن عرفات؟ طبعا هذا هو الرأي المشهور يعني عند الفقهاء، إنه لا يجوز النزول من عرفة قبل الغروب، مما لا شك فيه أن الحج عرفة كما قال النبي صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم. وسلم، أي هو الركن الأعظم، كما قال الندم توبة، يعني الركن الأعظم في التوبة هو الإيه؟ الندم. الندم. فرأس الحج هو عرفة، لأنه الطواف بالبيت يشترك فيه الحج والعمرة، الشيء الذي ينفرد به الحج هو الوقوف بعرفة، هذا الموقف العظيم من غير شك. والعلماء متفقون إنه لا يعتبر الوقوف بعرفة إلا بعد الزوال، فلابد أن يقف بعد الزوال. لو ذهب ووقف من الفجر إلى قبل الزوال وانصرف لا يحسب له، يعني بالإجماع تقريبا، يعني ما لابد أن يقف بعد الزوال. إذا وقف بعد الغروب يعني قالوا يعني الحج يجزئه حجه، لو لم يقف بعد الظهر أو بعد الزوال وذهب يعني بعد المغرب ووقف بعرفة قالوا هذا يعني يجزئه. إذا وقف بعد الزوال ولكن انصرف قبل الغروب، فما ما 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 حكم هذا؟ هنا الكلام فيه، هنا العلماء يعني كافة ما عدا الإمام مالكا قالوا إنه حجه مجزئ، يعني قام بالركن، هو هناك ركنان لا خلاف عليهما في الحج باتفاق الأئمة، ركنان اللي هو الوقوف بعرفة بعد الزوال والطواف بالبيت، طواف الإفاضة، دول ركنان لا خلاف عليهما. الباقي هل هو أركان مثل السعي بين الصفا والمرأة وركن أو لا، الإحرام وركن أو لا، هل هي واجبات أو أركان؟ إنما الذي لا خلاف عليه الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. فإذا وقف بعد الزوال وانصرف قبل الغروب يعني قضى الركن، إنما يعتبرون أن الوقوف إلى الغروب حتى تغرب الشمس هذا أمر واجب، وإذا خرج قبل الغروب فقد قصر في هذا الواجب وعليه دم، يعني عليه فدية يذبح شاه. هذا هو الرأي المشهور، ولكن هذا ليس متفقا عليه، فهناك يعني أكثر من رأي في مذهب الشافعي وحتى في مذهب الإمام أحمد وفي غيره، إنه يجوز أن يخرج قبل الغروب، ورواية عن الإمام أحمد، وهو في مذهب الإمام الشافعي إنه يجوز قبل الغروب. وهل عليه دم أو لا؟ يقول الإمام النووي في كتابه الشهير المجموع هناك رأيان في هذا، رأي يقول عليه دم، رأي يقول ليس عليه دم، يقول الأصح أنه لا يلزمه دم. ما يعني فهذا، واستدلوا بحديث يعني مشهور، حديث عروة بن مدرس الطائي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو في مزدلفة ويصلي الصبح في مزدلفة، وقال له يا رسول الله جئت من طي ولم أر نقلت من جبل إلى جبل وكذا وكذا، وبعدين وقفت بعرفة بالليل وجئت أدركتك هنا، فهل لي من حد؟ قال يعني من صلى صلاتنا هذه هي صلاة الصبح في مزدلفة ودفع معنا، يعني ليرمي جمرة العقبة ويطوف طواف الإفاضة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، تم حجه وقضى تفثه. فأخذ من هذا المذهب الشافعي إن حج الرجل حج تام، الشيخ حتى
العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وهو له كتاب اسمه أضواء البيان في تفسير القرآن رجح هذا وقال كلمة تم حجه فقد وقف قبل ذلك ليلا أو نهارا. طب أنت قلت اللي يقف ليلا ما عليهش شيء، طب اشمعنى اللي يقف نهارا؟ ما يعني خدتم بعض الحديث وتركتم بعض الآخر. ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. فهذا الشيخ الشنقيطي يرجح ما رجحه الإمام النووي، إنه وما دام حده تاما فلا يلزم، الظاهر إنه لا يلزمه دم، خصوصا مسألة الدماء في الحقيقة هي ليس فيها يعني نص يعني قرآني ولا نص نبوي صحيح. الإكثار من الدماء كل حاجة فيها دم فيها دم هي مأخوذة عن قول لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إنه من ترك نسكا فعليه دم. ويعني يمكن للفقيه أن يتوقف هل يعني قول الصحابي في هذه القضايا يعني ملزم؟ بعضهم يقول لا، هذا حديث موقوف له حكم المرفوع، ويعني النزاع في هذا ممكن يعني. على كل حال يعني أنا أرجح هنا إنه لا مانع أبدا من إن الإنسان في هذه القضية إذا احتجنا، كما هو الآن طبعا الناس كثير من الناس لا يصلون إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، بعضهم بيصلها في الصباح لأنه ما، فلا بد من البحبحة قليلا. يعني نبدأ مثلا من بعد العصر، لأنه أيضا ما ينبغيش إن احنا نبكر، لأنه يعني مزدلفة ليس فيها خيام، فإذا الناس ذهبوا من الظهيرة يعني ربما يصابون بضربات الشمس أو نحو ذلك. فنبدأ من بعد العصر يعني نبحبح نوسع لبعض الناس يذهبون إلى المزدلفة ونخفف، لأن الحج إذا كان بهذا الزحام وبهذه الكسرة لا بد فيها من التخفيف. وصديقنا العلامة الشيخ عبد الله ابن سليمان المنيع وهو من علماء السعودية المعدودين له بحث يعني مطول في هذه القضايا في فتاواه، وذكر هذه الأدلة وذكر رأي من رجحوا ذلك من العلماء، وأنا معه في هذا، إنه إذا ما دمنا محتاجين إلى تخفيف الزحام وإننا نسمح لبعض الناس أن ينفروا من عرفات قبل غروب الشمس، ولا حرج عليهم ولا دم يلزمهم إن شاء الله.